هذا سائل يقول: ما الضابط في حب الأوطان وبغضها؟ وهل حب الأوطان من الإيمان؟ حب الأوطان طبيعي، يعني طبيعة نفسية، كل يحب وطنه، ولربما منزل في، وكم منزل في الأرض يا له الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، هذه طبيعة فيه. لكن إذا كان هذا الوطن له خاصية دينية مثل بلاد مكة، بلاد المدينة، هذا حبه من الإيمان. وأما إذا كان بلدا عاديا فحبه طبيعي، ما هو من الإيمان ولا من الكفر، طبيعي ما يؤاخذ عليه. نعم.